ضربات بالطائرات الحربية والمدفعية والطائرات المسيرة طالت الأراضي العراقية في 24 ساعة الماضية. بالنسبة للضربات التي جاءت بالطائرات الحربية تحدثت عنها وأعلنتها العديد من وكالات الأنباء الكردية في إقليم كردستان، منها كردستان و24، وتحدثت بأن تركيا هي التي كانت خلف هذه الضربات، وكان هنالك مقطعا مصورا نشروه بهذا الشكل لطبيعة هذه الضربات التي جاءت بهذه الطريقة في داخل إقليم كردستان، في داخل أراضي إقليم كردستان. كما تلاحظون الضربات وكأنها جاءت على ثلاثة نقاط على الأقل مما تم تصويره في هذا المقطع الذي تلاحظونه. الحديث عن عدة ضربات تعرضت لها المنطقة، وبالتالي هذه المنطقة كما تلاحظون تعرضت إلى ضربة ليست بالعادية. ليس الأمر واضحا أين جاءت هذه الضربة حتى هذه اللحظة، إذا ما كانت استهدفت نقطة أو قتل أحد أو جرح أحد، لا تفاصيل كثيرة عما جرى. ولكن إذا ما أخذنا لقطة من طبيعة هذه الضربة التي جاءت في هذه المنطقة وحاولنا أن نأخذ عددا من العلامات لنعرف أين جاءت هذه الضربة، على عمق كم كيلومتر في الداخل العراقي وفي الأراضي العراقية، هنا كما نلاحظ وكأن هنالك غرفة أو منزلا صغيرا بهذا الشكل على هذا المرتفع الذي ترونه. كذلك هذا مرتفع ومرتفع آخر، هذه المرتفعات تبدو مميزة بطبيعة الأشجار المتوزعة على هذه الجبال. كذلك يبدو بأن هنالك وادي، وبعد ذلك يأتي هذا الجبل المميز بلونه الحجري بهذا الشكل مع مرتفع واضح تماما. هذه العلامات مهمة للغاية لكي نحدد الموقع تماما، وبالتالي إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي مع العلامات البسيطة التي أخذناها لنتوجه إلى العراق، هنا هذا العراق، وسنتوجه إلى شمال العراق بهذا الاتجاه، ونتجه إلى شرق شمال العراق وتحديدا إلى محافظة السليمانية. هنا محافظة السليمانية إلى شمالها بالقرب من الحدود الإيرانية جاءت هذه الضربة. هنا منطقة تأتي يطلق عليها اسم قلالة بالتفافة بسيطة بهذا الشكل. سنلاحظ بأننا أمام علامة واحدة متشابهة على الأقل مع الصورة التي نظرنا إليها، ألا وهو هذه الغرفة أو المنزل الصغير الذي يأتي على مرتفع كان واضحا مع الجبل الذي يأتي بالأشجار، وليست واضحة العلامات طبعا، الصورة غير واضحة من جوجل إيرث، ولكن دعونا نركز على طبيعة هذا الطريق المميز لكي نقارنها مع صورة أوضح من جوجل إيرث. هذه الصورة لم تكن واضحة من طبيعة الضربة التي نتحدث عنها، لنذهب إلى صورة جوجل إيرث الواضحة لكي نستطيع رؤية هذه الجبال التي نتحدث عنها. وسنلاحظ بأننا هنا أمام نفس الطريق تماما من هذه المنطقة التي نتحدث عنها، وهذه هي نفس الغرفة أو النقطة السكنية الصغيرة للغاية، تبدو هي تابعة للفلاحين، وهذا هو المرتفع، وهنا نفس المرتفع تماما الذي رأيناه، وهذا هو المرتفع الآخر. الأشجار متوزعة كما هو واضح مع وادي أو منخفض بهذا الاتجاه، والجبل الذي يبدو حجريا أو بلون الفحم على الأقل إن صح التعبير، ولكن كان لونه حجري بهذا الشكل، وأيضا مع هذا المرتفع بهذا الاتجاه. إذن نحن أمام نفس العلامات وتطابق للعلامات تماما، وهو يوضح أن الضربة جاءت في هذه المنطقة تماما من هذه المنطقة. وعلى هذا الأساس بالعودة إلى القمر الصناعي، أين هي هذه المنطقة وعلى عمق كم تعرضت هذه المنطقة إلى هذه الضربة؟ لنبتعد قليلا الآن لنلاحظ هذه المنطقة بشكل أوضح، ولنأخذ صورة أوضح من هذه المنطقة لكي نرى بعدها من محافظة السليمانية على سبيل المثال. لنتوقف هنا قليلا. هذه هي كما ترون هنا، طبعا هذه هي كركوك، وهذه هي هنا بهذا الاتجاه. سنلاحظ هذه هي محافظة السليمانية، والمنطقة التي تحدثنا عنها التي تعرضت إلى الضربة هي جاءت بهذا الشكل، وهنا طبعا أربيل. إذن المنطقة هذه التي نتحدث عنها هي تأتي على عمق من الحدود التركية، هنا تركيا طبعا التي طبعا نتحدث عنها، وهنا إيران. المنطقة تأتي على عمق ما يقارب 151 كيلومترا في عمق الأراضي العراقية جاءت هذه الضربة بهذا الشكل، وهي تأتي تقريبا إلى شمال السليمانية على مسافة 36 كيلومترا. منطقة تعتبر فيها تجرؤ كبير من تركيا أن تضرب بهذا العمق تحديدا عندما نتحدث عن هذه المنطقة، ويجب أن ننتبه بأن الضربة كانت بطائرات حربية وليس طائرات مسيرة، وهذا ما أكدته طبعا كردستان 24
بأن طائرات حربية تركية هي التي كانت خلف هذه الضربات، بحسب أيضا تصريحات من مسؤولين قريبين موجودين من تلك المنطقة. الأمر لا يتوقف بالنسبة لهذه الضربات التركية أبدا، بل إن هنالك خطر وضربات وعملية عسكرية قادمة من الشرق، قادمة من إيران تحديدا، بدأت من السبت الماضي حتى يوم أمس. يوم أمس يعتبر هو اليوم الثالث على التوالي لطبيعة الهجمات وعملية عسكرية إيرانية تقودها إيران في الداخل وموجهة على إقليم كردستان بشكل مباشر باستخدام المدفعية. بدأت يوم السبت ويوم الأحد، ولكن يوم أمس الإعلان جاء بأنهم استخدموا المدفعية واستخدموا الطائرات المسيرة في هذه العمليات في استهدافهم لقضاء سيدكان. هذه المنطقة كلها تعتبر منطقة عمليات بالنسبة إليهم بالنسبة لهذه الضربات، وهذه العملية مستمرة حتى هذه اللحظة التي نتحدث عنها. ليس هنالك توقفا لهذه العملية، ووكالة التسنيم الإيرانية بشكل واضح ورسمي أعلنوا عن هذه العملية بهذا الشكل الذي نشره حول العمليات تحديدا التي جاءت يوم أمس، وقالت الآتي: استهدفت وحدات المدفعية وطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية لحرس الثورة بأسلحة ذكية ودقيقة مقرات تجمع ومراكز تدريب وعمليات الجماعات الإرهابية المتمركزة في إقليم كردستان. المشكلة عندما يتحدثون عن مراكز تدريب وعن مقرات تجمع، هذا الأمر لا يبدو واضحا من الصور المنتشرة لهذه الضربات المدفعية أو حتى بالطائرات المسيرة. مثلا صور وصورة خاصة نشرتها كردستان 24 مرة ثانية لطبيعة القصف يوم أمس، نشرتها بهذا الشكل. ستلاحظ أنها منطقة جبلية، منطقة زراعية، لا يبدو أن هنالك أي مقر. مثلا من الصور التي جاءت من يوم أمس أو في 48 ساعة الماضية، ستلاحظ الضربات المدفعية تأتي على الجبال بشكل عشوائي، على بساتين وعلى مزارع. ومثلا هذه الضربات التي جاءت، ليس هنالك مبنى، ليس هنالك أشخاص موجودين في هذه المنطقة، ولا تقارير واضحة عن طبيعة من الذين أو إذا كان هنالك قتلى أو جرحى من الجماعات التي تدعي إيران بأنها تطاردهم في داخل إقليم كردستان. كذلك أن هنالك تفاصيل مثيرة نشرت اليوم في الأوساط الكردية تحديدا عن طائرة مسيرة مفخخة كانت قد سقطت في جنوب سيدكان. هذه هي وهذا هو قضاء سيدكان الذي يتعرض إلى العمليات العسكرية. طائرة مسيرة مفخخة بحسب التفاصيل التي نشرت سقطت في هذه المنطقة تحديدا جنوب سيدكان. دعونا نقترب من هذه المنطقة فقط لنلاحظ أين سقطت بالضبط. سنلاحظ بأن هنا كما تلاحظون هذه هي سيدكان، هذا هو قضاء تشومان الذي سقطت فيه الطائرة، وتحديدا في قرية تأتي بهذا الاتجاه. لنقترب أكثر فقط لنلاحظ هذه المنطقة والقرية التي نتحدث عنها، هذا هو قضاء تشومان بالاقتراب منه، والقرية التي نتحدث عنها هي قرية ميرغا. سقطت الطائرة المسيرة هنا. الاشتباه الذي كان بالنسبة للأوساط تحديدا التي نتحدث عنها، الأوساط الكردية، اشتبهوا بأن هذه الطائرة هي طائرة إيرانية وليس طائرة تركية، ولكن سرعان ما جاءت الأنباء قادمة من موقع إيران انترناشنال، نشرت صورة الطائرة المسيرة وهي سقطت في هذه المنطقة وهي منطقة ميرغا، وتحدثوا أن هذا المقطع الذي ترونه أمامكم هو للطائرة المسيرة المفخخة التي سقطت. هل استهدفت هدفا؟ هل هي سقطت بخلل؟ هل قتلت أو جرحت أي أحد؟ هذا الأمر ليس واضحا أبدا بالنسبة لهذه الضربة التي ترونها. المشكلة الحقيقية بأن هنالك خطرا كبيرا جدا في الفترة القادمة، وهنالك احتماليات لتصعيد تركي وليس إيراني هذه المرة، تركي في الداخل العراقي وحتى على مستوى الداخل السوري في مطاردة حزب العمال الكردستاني، أي عمليات مكثفة أكثر مرجحة أن تكون في داخل الأراضي العراقية. لماذا؟ وذلك بسبب حادث جاء يوم أمس في داخل تركيا في مدينة مرسين الجنوبية في جنوب تركيا. طبعا ظهرت سيدتان بهذا الشكل تهاجمان مركزا للشرطة في مرسين تحديدا، كما تلاحظ هي تحملان طبعا حقائبا مفخخة، قتلوا شرطيا، جرحوا شرطيا، وبعد ذلك هذه الحقائب تبين بأنها مفخخة بمجرد ما تعرضتا للإصابة، فجروا هذا الموقع بهذا الشكل وبهذه الطريقة. كان هنالك فزعا كبيرا لطبيعة هذه العملية التي جاءت، والتي قالت السلطات التركية وتحديدا وزير الداخلية التركي بأن حزب العمال الكردستاني هو الذي يقف خلف هذه العملية، وهذه ترجح بشكل رئيسي
أن تكون العمليات التركية مكثفة للغاية في الفترة القادمة بسبب هذه العملية التي لنا فترة لم نسمع عن عمليات في داخل الأراضي التركية من هذا النوع تتحمل مسؤوليتها ويتحمل مسؤوليتها حزب العمال الكردستاني. وبالتالي بالنسبة لإيران تستخدم المدفعية والطائرات المسيرة من السبت الماضي بعملية أطلقوا عليها عملية مجاهدي الإسلام، يقولون بأنهم يستهدفون جماعة كوملا والديمقراطية التي هي جماعات معارضة إيرانية موجودة في داخل أراضي إقليم كردستان، ويقولون بأن هذه الجماعات هي تتدخل في التظاهرات الجارية في الداخل الإيراني التي تعصف في المحافظات الإيرانية، وبالتالي بأنهم يشاركون في هذه التظاهرات ويزيدون من التوتر، وعلى هذا الأساس هم بدأوا باستهدافهم في إقليم كردستان وهي قضية داخلية بحتة. نفس القصة ونفس الطريقة ونفس التكتيك المتبع من قبل الأتراك الذين يتبعون عمليات عسكرية عديدة آخرها قفل المخلب، العملية المفتوحة من أجل إغلاق هذه المنطقة لمنع حزب العمال الكردستاني من مهاجمة أراضي تركيا بهذا الشكل. وبالتالي الوضع صعب للغاية بالنسبة لإقليم كردستان، والطرفين على ما يبدو بأنهما من الواضح بدأوا يصفوا حساباتهم مع الأطراف المعارضة التي نتحدث عنها، وقد تكون هنالك مكاسب على المستوى البري بشكل أكبر إذا كانت من تركيا أو إذا كانت من إيران، خاصة وأنها تستخدم ضربات عشوائية بالمدفعية على مناطق مفتوحة، قد يفتح الباب لهجوم بري على هذه العناصر التي تتحدث عنها بهذه الحجة تحديدا. وبالتالي واضح جدا التصعيد أيضا يأتي في ظل أن هذه الأطراف إذا كانت تركيا وإيران يعلمان تماما بأن حكومة إقليم كردستان غير قادرة على فعل شيء تجاه هذه الهجمات، وكل ما هي قادرة عليه بالنسبة لحكومة الإقليم أن تذهب لبغداد وأن تطلب من حكومة بغداد من الحكومة الاتحادية أن تضع حلا لهذه المسألة. ولكن أيضا أن حكومة بغداد الآن وفي بغداد هنالك أزمة سياسية كبيرة مستمرة وخطر كبير قادم في الثلاثة أيام القادمة، هنالك توتر وتشنج وترقب وتكهنات كثيرة حول ما ممكن أن يحدث، لأن الأزمة السياسية لا زالت مستمرة رغم كل الحوارات التي نتحدث عنها في الداخل العراقي. وبالتالي هم يصفون الحسابات والأزمة مستمرة، خاصة وأن يوم غد سيكون يوما مهما للغاية وهو يوم انعقادي جلسة في البرلمان العراقي يترقبها الجميع، ستكون طبعا على أجندات وجدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد هي التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي من منصبه بشكل مفاجئ، تم الإعلان عن هذا الأمر، وأيضا سيكون هنالك انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب. الجلسة تعقد رغم رفض التيار الصدري، رغم كل الاشتباكات التي جرت الخطيرة للغاية مؤخرا في المنطقة الخضراء، وأيضا يوم غد ستكون هنالك جلسة للمحكمة الاتحادية العليا للنظر في دعوى مرتبطة بدعوى دستورية مرتبطة بمسألة الاستقالات التي قدمها التيار السطري. 73 نائبا قدموا الاستقالات، وقع عليها رئيس مجلس النواب العراقي بهذا الشكل، وافق على ذلك، وطبعا خرجوا من مجلس النواب العراقي من دون عرض هذه المسألة على البرلمان من أجل التصويت عليها. هذه هي القضية، هل كان صحيحا أن يوقع بهذه الطريقة وأن يسمح لهم بعملية الاستقالة والذهاب بهذا الشكل، أم كان عليه مثلا أن يقدم هذه القضية ويطرحها على البرلمان من أجل التصويت عليها؟ هذا ما ممكن أن نسمع عنه، لكن هنالك تكهنات كثيرة، هذه التفاصيل التي أذكرها لكم الآن هي تجعل هنالك توجس حول ما سيجري يوم غد. القوات الأمنية العراقية حاضرة بمقاطع بهذا الشكل، انتشرت على العديد من المواقع عن طبيعة تهيئة كبيرة جدا، انتشار كبير جدا للقوات الأمنية في المنطقة الخضراء، الصبات الكونكريتية وغيرها، استعدادا لما ممكن أن يكون قادما من أنصار وجماهير التيار الصدري، خاصة وأن جلسة البرلمان وانعقادها هم رافضين لها تماما، والأزمة السياسية مستمرة. وأيضا علينا أن نتذكر بأن بعد 3 أيام من الآن ثورة تشرين ستخرج إلى الشوارع مرة أخرى بإعلان واضح منهم بأنهم سيكونون في ساحة النسور، والبعض يتحدث عن تصعيد كبير في هذه التظاهرات. وبالتالي الأيام القادمة صعبة، والواضح أن الأزمة السياسية تغطي على الكثير من هذه العمليات التي تحدثنا عنها إذا كانت التركية أو إذا كانت الإيرانية المستمرة ضد وموجهة طبعا هي ضد الأراضي العراقية.